بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية سنافرنا الحبايب. خلاص هسه انتم بعد أول امتحان بطلتوا سنافر، المفروض هسه كل واحد فيكم صار عارف كيف يدرس وعارف كيف من أين تؤكل الكتف في المادة. اللي حالف الحظ وجاب علامات كويسة هذا الاشي ممتاز، ويعني انه على الطريق الصحيح لازم يستمر فيه ويطور من نفسه كمان. اللي ما حالف الحظ معناها مش نهاية العالم ابدا، بالعكس لسه قدامك 6 سنين كاملات، واللي مرق هو بس امتحان من مليون امتحان راح تاخذهم، وهذا الاشي لا يجعل منك طبيب فاشل ابدا. ولكن هذا الاشي يدل على انه كان في خلل معين في طريقة الدراسة، لازم نرجع نشوف ايش هو ونظبطه عشان العلامات تبعتنا تتحسن. طيب اليوم راح ان شاء الله نشرح عن الدايجستيف سيستم. المحاضرة كثير سهلة، بنذكر السنة الماضية كانت أصعب من هيك وكان في تفاصيل دقيقة. لا هاي السنة الحمد لله رب العالمين الدكتور حاط لكم بس مصطلحات أكثر إشي مركز عليها، وسايبنا من تفاصيل الفسيولوجي والأناتومي في المحاضرة. فجايجستيف سيستم طبعا هي الجهاز الهضمي، فهذا الإشي كويس كثير عشان بعد المحاضرة بعد ما تحضر الفيديو ضروري ترجع تحفظ هاي المصطلحات وتعيدها وتكررها مرة ومرتين وثلاث. هيك كل ما انت بعدين بعد ما تدرس المحاضرة، كل ما انت تشوف هيك حالك فاضي امسك المحاضرة تهدش معك 5 دقائق قعدتها كلياتها بعد ما انت تدرسها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء بيحكي لنا اناتومي اند فيسيولوجي. طبعا هو يعني مش جاي بيصير كثير الاناتومي اند فيسيولوجي، بس بيحكي لنا انه هنا الدايجستيف سيستم جهاز هضمي او جاسترو انتستاينال. جاسترو معناها معدة، وانتستاينال انتستين معناها امعاء، والأمعاء مقسم إلى قسمين، قسم أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة هسه راح نحكي عنهم. المهم هو عبارة عن تيوب طويل أو قناة طويلة. هاي القناة الطويلة بتبدأ بالفم وبتنتهي بفتحة الشرج. خلال هاي القناة اللي بصير إنه الطعام بيتم هضمه، مضغه وهضمه وإضافة إنزيمات عليه لتكسيره للمواد الأولية الأساسية عشان الجسم يمتصه، يمتص الجسم النافع له منه، والباقي الجسم يقوم بإفرازه من خلال فتحة الشرج. بنبلش من ناحية أناتومي، أول إشي الفم، بعدين ماوث، بعدين فارينكس اللي هو الحلق، بعدين إيزوفيغس اللي هو المريء، ستومك معدة، سمول انتستين أمعاء دقيقة، لارج انتستين أمعاء غليظة أو قولون، ريكتم اللي هو المستقيم، والأنس اللي هو الشرج. طيب خلينا هنا نحط القلم. هسه هون بيحكي لنا فود باسنج along جي اي تراكت. طبعا هنا بيحكي لنا انه خلال مرور الطعام في القناة الهضمية اللي بيصير انه بتكسر الى المواد الأولية من خلال انزيمات هاضمة تضاف له، والمواد الأولية هاي absorbed into bloodstream يعني يتم امتصاصها للدورة الدموية. المواد التي لا تهضم فيتم إفرازها عن طريق الإيش، ما عملية الديفيكيشن التغوط. Included in the digestive system في عنا داخل الجهاز الهضمي بعض الاكسسوري اورجانز، يعني هي هاي الاعضاء وظيفتها الاساسيه او جزء من وظيفتها الايش، المساعده في الهضم، ولكن يمكن انه للجهاز الهضمي انه يشتغل بدونها. هي اعضاء ملحقه بالجهاز الهضمي، منها الليفر اللي هو ايش، the liver اللي هو الكبد، gall bladder المرارة، وبنكرياس. طيب هنا هيو هيك حاط لنا صورة للجهاز الهضمي كلياته، من mouth
تانغ اللي هو اللسان، هنا هذا فارينكس كلياته، هذا هنا هيك كلياته، ايزوفيجاس، هنا فود بولس. بولس معناها هي كتلة من الطعام الممضوغ التي تنبلعها، تمام، تنزل هون لحد ما توصل في الايزوفيجاس، لحد ما توصل المعدة. المعدة بتوديها على الدودينم، دودينم اللي هو اسمه بالعربي الاثني عشر. ليش اسمه اثني عشر؟ لأنه طوله 12 انش اعتقد، طوله 12 انش. بعدين بيجي عندنا ال شوي بعدين بيجي عندنا بعد الدودينم بنزل للسمول انتستين الثانيين، اللي هو اول جزء فيها اللي هو الجيجينم. بعدين من الجيجينم اللي هو بالعادة بيكون الجيجينم الجزء اللي هون من الأمعاء، تمام، والإليام اللي هو الجزء هنا الأمعاء الإيش الدقيقة. ما في فاصل معين بينهم، بس يعني النهاية في البداية بيكون اسمه جيجينم، وفي النهاية بيكون اسمه إليام، تمام، في نهاية السمول انتستن. بعد الإليام بيجي عندنا سيكم. السيكم هو جزء من القولون، تمام، اللي هو هذا الجزء، هيو هنا هذا الجزء. على السيكم في عندنا طالع منه اشي اسمه ابيندكس، اللي هي الزائدة الدودية. السيكم هو اوسع جزء في القولون من ناحية عرض، ولكن طوله مش كبير. وبعد السيكم في عندنا اسندنج كولون اللي هو القولون الصاعد، بعدين ترانسفيرس كولون اللي هو القولون مش عارف شو يعني صراحة. ترانسفيرس في عربي، ترانسفيرس يعني جاي بشكل افقي، تمام. بعدين عندنا ديسندنج كولون اللي هو القولون الهابط، تمام، هيو. بعدين عندنا سيجمويد كولون. سيجمويد معناها جاي شكله مثل حرف الاس، تمام، هو فعليا جاي هيك، تمام، جاي هيك بعدين طالع لفوق شوي، فشكله جاي مثل حرف الاس شوي، ولكن جاي بشكل مقلوب، ولكن سيجمويد معناه شبه حرف الاس. بعدين بيجي عندنا الريكتم، وهي الريكتم هي هون هيك، وهي عندنا الانس هون، تمام. الريكتم اللي هو المستقيم، والانس اللي هو فتحة الشرج. سليفري جلاندز اللي هي الغدد اللعابية، تمام. طيب خلينا نكمل. هون حطينا صورة ساجيتال فيو، اذا متذكرين كي عن حكينا عن الساجيتال اللي هو ميد لاين، من النص اجا وقسم لي القسم الجسم لنصفين، فاحنا قاعدين نطلع ساجيتال فيو لجوا الماوث والفارينكس. هنا بحكي لنا عن شوية مصطلحات بتخص الجهاز الهضمي. اول اشي عندنا بيلي روبين. بيلي روبين اللي هي المادة الصفراوية، تمام، او عفوا بايل، اللي هي بايل هيك تنكتب، هاي بنسميها المادة الصفراوية أو العصارة الصفراوية اللي بتكون موجودة في المرارة. إلها دور معين في الهضم، بالذات في الجهاز الهضمي، بالذات في هضم المواد الدهنية، تمام. البيليروبين هو المادة الأساسية المكونة لمادة البايل، تمام. تكون لونها بيجي اورنج او يلوش، تمام. سبب تكونها او تكونها بيكون بالعادة من تكسر الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء. خلية الدم الحمراء لما ينتهي عمرها، نصف عمر خلايا الدم الحمراء بالمناسبة بيجي تقريبا 120 يوم، فلما ينتهي عمر خلية الدم الحمراء اللي بصير انه بتكسر الهيموجلوبين اللي فيها عشان تكون هيموجلوبين جديد وخلية حمراء جديدة. احد المواد اللي بتتكون من تكسر الهيموجلوبين هي البيليروبين، تمام. بولس اللي هي ايش حكينا، mass of masticated food ready to be swallowed، اللي هي كتلة من الطعام تم مضغها وهي جاهزة للبلع، تمام. اكزوكراين، هسا اذا متذكرين حكينا عن شغلة اسمها اندوكراين. اندوكراين اللي هي الغدد اللي بتفرز مواد، اللي بتفرزها او بتفرز افرازاتها في الدم.
الإكزوكراين هي الغدد التي تفرز إفرازاتها في قنوات مخصوصة لهذا الموضوع. من أهم الأعضاء اللي لها دور في الإكزوكراين فانكشن اللي هي البنكرياس. البنكرياس في جزء منه إندوكراين، غدد صماء، وجزء منه إكزوكراين. الجزء اللي إندوكراين اللي هو جزء اللي بيفرز يعني بعض الهرمونات مثل إيش الأنسولين، تمام. وفي عنا الجزء اللي إيش إكزوكراين بيفرز عنا إنزيمات تدخل هنا على القنوات تبعت البنكرياس، بنسميها بنكرياتيك داكت. بعدين بتفوت على القناة المشتركة بين القناة الصفراوية كومون بايل داكت والبنكرياتيك داكت، بتفوت على هاي القناة، وهنا في عنا فتحة صغيرة بنسميها أمبولا أوف فاتر. بما أنه الدكتور مش حافظ، مش طالب هاي الأشياء منكم، فمش ضروري تحفظوها. ولكن البنكرياس اللي بيبني البنكرياس بفرز إفرازات إنزيمات بتساعد على هضم البروتينات في الدودينم. الدودينم اللي هو الاثني عشر اللي جاي بعد المعدة مباشرة، تمام. بفرز فيه الإنزيمات تبعته، وهاي الإنزيمات بتساعد على الهضم تبع البروتين. المهم انه هاي الاشي، هاي العملية بنسميها، او هاي الغدد بنسميها اكزوكراين، لانها بتفرز من خلال قنوات خاصة لإلها، مش على الدم مباشرة، على قناة خاصة فيها. في عندنا سفنكتر، تمام. السفنكتر مصطلح يلفظ على اي مصل، على اي عضلة او نسيج عضلي جاي بشكل دائري، مسكر لي فتحة معينة، تمام، بسكرها او بفتحها. في عندنا هنا حاطلنا مثال على السفنكتر اللي هو lower esophageal sphincter، بنسميه برضو cardiac sphincter. cardiac لانه جاي جهة القلب، مش لانه له علاقة بالقلب. اذا متذكرين كارديو معناها قلب حكينا. المهم انه بتسكر مباشرة بس الأكل يوصل المعدة. هاي نشوف، تمام. هنا بدخل، هنا هذا مريء بدخل الأكل فود بولاس، تمام. فود بولاس بفوت على المعدة، بس يفوت على المعدة ايش اللي بصير؟ لور ايزوفيجيال او كاردياك سفنكتر بسكر. سفنكتر يعني جاي بشكل دائري. طلع هنا اوضح البايلوريك سفنكتر، في عندنا هنا بايلوريك سفنكتر بنسميه هذا الاشي بنسميه بايلوريك سفنكتر. برضه نفس الاشي، بس يطلع الاكل من المعدة على الدودينم، بمنع انه يرجع من الدودينم للمعدة. هنا بمنع انه يرجع من المعدة للمريء. لما يصير انه في خلل في اي واحد فيهم بيسبب عندنا مرض معين. lower esophageal sphincter بيسبب عندنا مرض، هسه راح نناقش عنه، اللي هو ريفلكس بنسميه gastro esophageal reflux، هسه بنحكي عنه. المهم خلينا هون، ايوه. هنا اخر اشي بيحكي لنا برونانسيشن هيلب، مساعدة على اللفظ. انه لما يكون عندنا فوق الحرف شرطة طويلة معناها ايش؟ بدنا نطول بالصوت. فهنا حرف الاي بنحكي بنطول في لفظه في كلمة ريت، تمام. على عكس كلمة الاي، لما حرف الاي في كلمة الون اللي طلعوا كيف جاي هيك، جاي زي السبعة نوعا ما، بينما هون جاي الشرطة هيك. حرف الاي نفس الاشي ريبيرث، بينما هون ايفا. هون ايل، تمام، الاي ايل، بينما هنا ايش ات. هنا اوفر، بينما هنا نوت. هنا يونايت، بينما هنا كات، تمام. هاي عشان تعرفوا تلفظوا هاي الاشياء اللي هنا مكتوبة، تمام. المهم انا بهمني، انا من هاي الصورة، هاي الصورة حاطها الدكتور والله العليم، مش انا اللي حطيتها. فبهمني انه تفهموا انه هذا هو الليفر اللي هو الكبد، وهاي المرارة جول بلادر. في عنا جوا الليفر قنوات مخصصة للعصارة الصفراوية. هاي العصارة الصفراوية اللي بتنتج عن تكسر الهيموجلوبين زي ما حكينا. بصير عمليات معينة في الكبد. العمليات المعينة هاي بتخلي هاي المادة اللي هي البروبين جاهزة لإنها تتم إفرازها.
وهي زي ما حكينا لها دور لما تصير بايل، لها دور في عملية هضم الدهون. تمام، تخزن هي طبعا في الجول بلادر. تمام، تخزن المادة الصفراوية، تخزن في الجول بلادر، وبعدين بتنزل من الكبد لحد ما توصل هنا كومون بايل داكت، هاي بنسميها كومون بايل داكت، وبتنزل بتفتح عنا هنا في الدودينم، في عندنا اشي اسمه امبولا اوف فاتر، في عند الامبولا اوف فاتر كمان سفنكتر معين بسموه سفنكتر اوف اودي، او على قول الدكتور نضال نواسي سفنكتر اوف عودة، بيفتح عشان يسمح للمادة الصفراوية انها تدخل على الجهاز الهضمي. طيب هنا نكمل في المصطلحات اللي بلشنا فيها. اورو ستوماتو ماوث اعتقد حكيناها قبل، خلص صح. جلوسو ولينجو، هاي هدول الكلمتين معناهم ايش؟ تانج. جلوسيكتومي اللي هي ريموفال اوف اول اور بارت اوف ذا تانج، يعني ان نشيل جزء او كل اللسان. اكتومي معناها اكسجين، ريموفال ان نشيل. لينجوال معناها ايش؟ متعلق في اللسان. باكو معناها تشيك، معناها خد. فباكل اي شيء متعلق بالخد. كيلو وليبيو. تمام، كيلو بلاستي هنا معناها سيرجيكال ريبير اوف ديفكتيف ليب، يعني هون انا بكون عندي مشكله في الشفاه. كيلو وليبيو معناهم شفاه زي ما حكينا، بيكون عندي مشكله في الشفاه معينه. كيلو بلاستي هي العمليه اللي بتزبطها او بترمم لي الشفاه. تمام، بنسميها كيلو بلاستي. ليبيال اي شيء متعلق بالايش؟ الشفاه. دينتو واو دينتو الثنتين بيجي معناهم بايش؟ بتيث، اسنان. دينتست اللي هو دكتور الاسنان اللي احنا بنعرفه، اي واحد بيعالج الاسنان من ناحية امراض. اورثو او دينتست هو دكتور الاسنان اللي متعلق او وظيفته متخصصة بشكل ادق في موضوع تقويم الاسنان. اورثو معناها مستقيم. تمام، فاورثو اودونتست هو الدكتور اللي بيهتم انه تكون الاسنان اكيد مش مستقيمه يعني، بس انه على بيقومها بالعربي، يعني بنحكي عنها انه بيقومها، فهو الدكتور الايش؟ المهتم بتقويم الاسنان. جينجيفو معناها جم اللي هي اللثه. جينجيفيكتومي اللي هي انه نشيل اللثه. جينجيفيكتومي is performed as surgical treatment for periodontal disease. أحيانا بعض الأمراض ممكن نعمل جينجيفيكتومي عشان نعالجها. سيالو متعلق بالسلايفا اللي هي اللعاب، فسيالو ليث اللي هي إيش؟ ليث معناها ستون، ستون. تمام، هاي الكلمة مهمة جدا وأكيد راح يجي عليها سؤال في الامتحان. ستون أو كالكولاس. كالكولاس معناها حصوة، محدش يفكر إنه الكالكولاس تاعت الرياضيات وكذا، لا، ستون. ستون يعني ستون أو حصوة، يعني حصوة. المهم إنه سياليوليث هي أحيانا اللي بصير إنه بعض الإفرازات في الغدد اللعابية بتنشف وبتعمل عنا حصوة، بتسكر عنا الغدة اللعابية وبتيجي نافخة. سيالوليث هي هاي الحصوة اللي بتكون مسكرة الغدة اللعابية. الإيزوفيجوس اللي حكينا عنه اللي هو المريء. إيزوفيجوسكوب، سكوب حكينا منظار. إيزوفيجوسكوب اللي هو المنظار تبع للإيزوفيجوس. فرينجو اللي هو إيش؟ الحلق. تونسل اللي هي إيش؟ اللوز. تمام، فرينجو تونسيلايتس هو التهاب للحلق واللوز. تونسل اللي هي ايش؟ تونسلز اللي هي لوز. ايتس انفلاميشن، فرينجو تونسيلايتس. تمام، في عنا جاسترو معناها ستومك، حكيناها اكثر مرة اعتقد. جاسترالجيا معناها ايش؟ الم في المعدة. بايلورس اللي هو حكينا بايلورس سفنكتر. تمام، هاي المنطقة بنسميها بايلورس من المعدة، هاي المنطقة بنسميها بايلورس وفيها سفنكتر بنسميه بايلوريك سفنكتر. حكينا سفنكتر ايش هو، ركزوا كويس. المهم زي ما حكينا انه السفنكتر عضلة،
بصير عندنا أحيانا فيها طبعا عضلات الجهاز الهضمي كلياتها تقريبا لا إرادية، باستثناء يعني بعض العضلات اللي هي عضلات معينة بالفم، وأول جزء من أول ثلث من المريء، هذول هم عضلات الإرادية، الباقي كلياته لا إرادي. وكمان عضلة ال external sphincter تبعت اللي هي عضلة فتحة الشرج، تمام، عشان الموضوع الكونتيننس. طيب هسا بايلورو سبازم، سبازم معناه involuntary contraction، يعني انقباض لا إرادي. فبايلورو سبازم انه بصير ايش؟ بصير عندنا انقباض لا إرادي في البايلورس. هنا ايش اللي بصير؟ واحيانا بسموه كمان، بسموا المرض بايلوريك ستينوسيس. ستينوسيس معناها تضيق، اذا متذكرين حكينا معناها تضيق. ايش اللي بصير هنا؟ انه لما بسكر عندنا البايلورس، فبالتالي الاكل شو بصير فيه؟ ببطل ينزل من المعده، من الاستومك للاثني عشر اللي هي الدودينم، تمام. اللي بصير انه انت انه بصير بيجي المريض وهو بيراجع، لانه الاكل ما بنزل، الاكل بظل هنا، فهو بيراجع وبيجي اشي بسموه بغض النظر. طيب دودينم نحكي عنه، دودينو المصطلح تبعه، دودينوسكوبي اللي هو المنظار الذي يستخدم لرؤية الاثني عشر اللي هو دودينم. حكينا اسمه اثني عشر في العربي لانه طوله 12 انش. سكوبي زي ما حكينا فيجوال اكزامينيشن، انه رؤية بالعين. انتيرو معناها سمول انتستن، تمام، سمول انتستن كلياتهم نحكي عنهم انتيرو، اللي هم سمول انتستن حكينا انهم بينقسموا لثلاث اقسام، تمام، دودينم، بعدين ايش، جيجينم، بعدين اليوم. هسه راح نشوف انتيروباثي اللي هو ايش، ديزيز اوف ذا سمول انتستن، اللي هو مرض في الأمعاء الدقيقة. هاي هون السمول انتستن، الدودينم وجيجينم وإليم، تمام، ما في فاصل واحد معين، ما في إشي معين بفصل بين الدودينم أو الجيجينم أو الإليم، ولكن إنه خصائص الدودينم تختلف عن خصائص الجيجينم، تختلف عن خصائص الإليم. اللهم الدودينم والجيجينم في بينهم هون بيجي ليجامنت معين، يعني هاي من تفاصيل اناتومي مطلوب منكم بس عشان يعني تعرفوها، يعني بيجي ليجامنت معين نقدر نحكي انه هون دودينم وهون جيجينم، بس انه جيجينم وإليم بالضبط فيش نقطة معينة بتفصلهم عن بعض، ولكن خصائص الجيجينم تختلف عن خصائص الإليم، وبالتالي قسموهم لقسمين. جيجينو رفي، هون بحكي لي جيجينو رفي اللي هو ايش، سوتشر اوف ذا جوجينم، رفي معناها سوتشر، سوتشر معناها خياطة، تمام، او تصليح، تمام. فجيجينو رفي هي خياطة للجوجينم. اليوستومي، استومي اذا متذكرين حكينا ايش، او استوما معناها ايش، فم، صح. لما احكي انا اليوستومي ايش اللي بصير؟ هو انا هون عند بعض المرضى مثلا اللي بضطر اني اشيل لهم القولون كاملا، تمام، بيكون عندهم مثلا سرطان في القولون او بيكون عندهم مرض معين في القولون، بضطرني اني اشيل القولون كاملا، فبروح بفتح فتحة من عند الإليوم، تمام، بروح هون عند الإليوم بفتح فتحة في البطن وبعمل زي ايش، فتحة هون بيطلع منها الأكل، بيطلع منها البقايا الطعام اللي تم هضمها من الإليوم، يعني الطعام بمر كل هاي الطريق وبوصل بالآخر للإليوم بعدين بيطلع، لأنه فيش قولون، أنا شلت القولون كلياته خلاص، فبضطر إني أفتح فتحة من البطن مباشرة، وبحط له كيس هنا عشان يجمع الإيش، الكيس هنا في هاي المنطقة عشان يجمع الفضلات تبعته. ربنا يعينهم. زي ما حكينا ستومي هي طبعا ستومي فورمينج ا ماوث، يعني ان نكون زي فتحة زي الفم.
فهي creation and opening between الإليوم والأبدومينال بون، إذا نكون فتحة بين الإليوم بين الأمعاء الدقيقة الجزء الثالث من الأمعاء الدقيقة والأبدومينال بول. طيب أبندو وأحيانا أبنديكو، تمام، معناها الزائدة الدودية، تمام. الزائدة الدودية بتيجي في البيز، البيز معناها قاعدة، البيز اوف ذا سيكم اللي هو اول جزء في القولون بنسميه سيكم، هذا بنسميه سيكم، تمام. سيكم، البيز اوف ذا سيكم اللي هي حكينا ايش، انه قاعدة السيكم اللي هو اول جزء في القولون بيكون في الابندكس اللي هي الزائدة الدودية. الزائدة الدودية هاي احيانا بتلتهب، تمام. المشكلة في التهابها انه احيانا بتكون معرضة انه الافرازات اللي فيها واللي بتحتوي احيانا على التهاب بكتيري او ممكن تكون بتحتوي على بكتيريا بالعادة، ممكن انها تنفجر وتعبي البطن كلياته، فبالتالي ايش اللي بصير، بيعملوا لها ابندكتومي، علاج التهاب الزائدة ابنديسايتس اللي هو التهاب الزائدة، علاجه ابندكتومي ازالة الزائدة، تمام. بيرفورم ديزيز ابندكس دير فاشل. طيب طبعا اذا صار رابتشر لا سمح الله وطلع الاشياء اللي جوا الابندكس اللي جوا الزائدة الدودية لبرا لبرا جوا الابدومن جوا البطن او جوا البيريتونيال كافيتي، بصير عندنا شيء اسمه بيريتونايتس. اذا متذكرين حكينا اسم تجويف في البطن ايش؟ بيريتونيوم، صح؟ بصير عندنا إشي اسمه بيريتونايتس، التهاب للبيريتونيوم. بيريتونيوم، آه طبعا يعني غبية الكتابة تبعتي مش ضابطة على الرسم هذا. كولو معناها قولون، تمام. كولوستومي زي ما حكينا أحيانا بيكون مثلا في عنا، وين خلينا نرجع، في عنا مثلا هنا في المستقيم بيكون في عنا لا سمح الله تيومر اللي هو سرطان، فاحنا ايش بنروح بنعمل، بنشيل المستقيم. طبعا لما نشيل المستقيم ايش اللي بده يصير، اللي بده يصير انه بضطر اني افتح، طبعا هو مش بس نشيل المستقيم، نشيل معاه كمان جزء من القولون، بضطر اني افتح فتحة في بين القولون و او الجزء المتبقي من القولون والجزء المتبقي والابدومينال وول اللي هو جدار البطن، عشان يطلع المواد او افرازات الجهاز الهضمي، تمام. زي يعني نفس فكرة الاليوستومي كولوستومي، نهاية الجهاز الهضمي او نهاية اللارج انتستين اللي هي ريكتم المستقيم، ريكتوسيل. ستيل حكينا قبل هيك معناها هيرنيشن. شو يعني هيرنيشن؟ يعني افتاق، خروجه من مكانه الاصلي. ف ريكتوسيل هي عملية انه بصير الريكتم يطلع من مكانه، كيف بيطلع من مكانه؟ بيطلع بنزل لتحت اكثر، فهي بنسميها ريكتوسيل او احيانا بنسميها بروكتوسيل. بروكتو اللي هو كلمة تلفظ تقال للأنوس والريكتم، هو منطقة الأنو والريكتم، تمام، أنو ريكتال كانال بنسميها. بروكتولوجيست هو الطبيب المتخصص في علاج الأمراض التي تصيب القولون والمستقيم وفتحة الشرج. بيري أينل، أينو معناها إيش؟ أنوس اللي هي الشرج، بيري معناها حول، انال بيري انال متعلق بما حول فتحة الشرج. طيب هيباتو، هذول بنحكي عن اكسسوار اورجانز اوف دايجستيون اللي هم الملحقات تبعت الجهاز الهضمي. نبلش بالليفر، الليفر بنحكي عنه هيباتو اللي هو الكبد، هيباتو ميجالي هو تضخم الكبد. بنكرياتو بنحكيها المنكرياس، بنكرياتو لايسز، زي ما حكينا انه البنكرياس اللي بيعمله انه بيفرز الاكزوكراين فانكشن تبعه اللي هو بيفرز بروتينات جوا القنوات هاي. شو بصير احيانا، اللي بصير احيانا، خلينا نرجع للصورة تبعت البنكرياس، بصير احيانا تيجي هنا حصوة من المرارة بتسكر لي والله هنا، وايش بتعمل عندي؟
تنمى عندي ايش بنسميه بنكرياتايتس، التهاب في البنكرياس وبنكرياتوليسز. ليش؟ لانه البروتينات تبعت البنكرياس مش عماله بتطلع من البنكرياس، عفوا الانزيمات الهاضمه مش قاعده تطلع من البنكرياس، فبالتالي ايش بتروح تهضم؟ تهضم من البنكرياس نفسه. ف destruction of pancreas، تدمر البنكرياس من بسبب الانزيمات البنكرياسيه. لايسز معناها ايش؟ separation او destruction، تحليل او تدمير. كولانجيو بنحكي عن ايش؟ حكينا في ان الماده الصفراويه اللي هي بايل، حكينا اسمها صح. الماده الصفراويه هاي حكينا انه السبب تكونها الاساسي هو تكسر الهيموجلوبين. هسا بعد ما يتكسر الهيموجلوبين ويكون عندي ماده اسمها بيلوروبين، ماده البيلوروبين بتروح على الكبد، والكبد بروح بيعملها معالجه معينه، بضيف عليها مواد معينه بسميها كونجوجيتد بيلوروبين. المهم ماده البيلوروبين هاي لما يضيف عليها الكبد ويخلص معالجتها، ايش اللي بيعملوا فيها؟ بروح بفرزها في الشبكة، شبكة صفراوية، شبكة من القنوات الصفراوية. القنوات الصفراوية هاي بتطلع من الكبد. وين صورة الكبد؟ هيو تمام، بتطلع من الكبد زي ما احنا شايفين، وبتروح بتنزل، وبرضو كمان بتروح للمرارة وبتنزل للمرارة، وبتنزل مباشرة للاثني عشر اللي هو الدودينا. المهم عندي انه الكولانجيو بنحكيها ل البايل فيزل اللي هو القناة الصغيرة، او خلينا نحكي الوعاء الصغير للعصارة الصفراوية. هذا الوعاء الصغير بيكون موجود على مستوى صغير جدا في الكبد. لما يطلع من الكبد بصير عندنا اشي اسمه ايش؟ كوليدوكو. لحظة، كوليدوكو اللي هي بايل داكت. يعني هذول اللي احنا شايفينهم هون، هاي بايل داكت وهاي داكت وهاي داكت وهاي داكت وهاي داكت، كلياتهم داكت لانهم كبار. بينما الصغير بنسميه كولانجيول لانه بيكون ايش؟ صغير، صغير جدا. كلمة اول معناها سمول، هي تصغير بمعنى تصغير، تمام؟ تيجي معناها انه تصغير. فكولانجيول هو تصغير للقناة اللي عفوا للقناة اللي بتنقل عنا المواد الصفراوية من الكبد إلى المرارة والقناة الصفراوية كاملة، يعني القنوات الصفراوية الصغيرة. كولي عنا كولي، كولي هنا نجمتين حاطينها الدكتور عشان ننتبه على نقطة معينة، إنه بين الورد روت اللي هو كول والإي، عفوا للورد روت اللي هو الكول، في عندنا حرف الاي هو اللي بنستخدمه كايش؟ كومبايننج فاول، تمام؟ فما بحكي كولوسيستايتس، بحكي كولوسيست. هسه بنحكي ليش، بس انه اهم شيء هنا ايش؟ انه نحفظ انه لما نعرف كولي كول بنحكي كولي. كولي معناها بايل او جول، كوليليث اللي هي جول ستون. جول ستون ليث حكينا ايش؟ ستون اللي هي حصوه. كولي اللي هي المادة الصفراوية، فكولي ليث اللي هي جول ستون اللي هي الحصوة اللي بتصير بتسكر عنا المرارة، أو بتسكر عنا أحد في مكان ما، بتسكر عنا مكان ما في معين في هاي القناة الصفراوية. وبالتالي لما تسكر عنا القناة الصفراوية بيجي الإنسان عنده صفار وألم، وممكن يكون عنده التهاب مرارة لأنه إذا سكرت عند المرارة، ممكن يكون عنده التهاب في البنكرياس إذا سكرت جهة البنكرياس، وهكذا. المهم عندنا كولي زي ما حكينا، بنضيف عليها إشي ثاني بنحكي بنحط حرف الإي ككومبايننج فاول. كولي سيست، سيست معناها إيش؟ بلادر. بلادر معناها إنه معناها مثانة. جول بلادر هي مثانة هي المنطقة اللي بصير فيها تجمع لسوائل معينة. فجول بلادر هي المكان اللي بتجمع فيه المادة الصفراوية. كوليسيستيكتومي هي إزالة المرارة لما تكون المرارة مثلا ملتهبة أو فيها حصوات، تمام؟
ممكن نعملها باي لابروسكوبيك اللي هو منظار داخل البطن، او اوبن سيرجري. طبعا لابروسكوبيك مختلف عن الاندوسكوب. اندو معناها داخلي صح، فالاندوسكوب بيكون قاعد بتطلع على الامعاء من جوا، بينما اللابروسكوب بفتح من الابدومينال وول مباشرة. لحظة خليني افرجيكم صورة لللابروسكوب. ايوه هي صورة لللابروسكوب، كيف انه بتطلع الدكتور بفوت هنا، هنا هي اللابروسكوب شكله بده يشيله الابندكس، بفوت هنا بالمنظار وبشيل اللي بده اياه. المهم انه ممكن يعملها من خلال تنظير او من خلال انه فتحة مباشرة في البطن. هنا حكينا عن الكوليدوكوليثيسز، ليث معناها كالكولاس اللي هي حصوة، كوليدوكو حكينا معناها ايش، بايل داكت اللي هي قناة صفراوية. فاذا صار عندنا في القناة الصفراوية الكبيرة حصوة ايش بصير، اسمها كوليدوكوليثيسز. ايسز معناها عملية. تمام. طيب هنا عندنا كوليدوكو بلاستي، هنا بلاستي معناها سيرجيكال ريبيل يعني ترميم. فكوليدوكو بلاستي هي عبارة عن عملية اللي بنعملها عشان نرمم القناة الصفراوية لسبب أو معين أو آخر. إيميسز معناها vomiting، معناها بلغتنا العامية مراجعة أو مراجعة. تمام. هايبر إيميسز معناها إنه صار في عندنا vomiting بشكل متكرر، يعني اكسسيف vomiting، زياده كثير، يعني السيفيريتي بتختلف هنا اللي هي شده الفوميتنج. اي اي اس اي اس اللي هي ياسز بنلفظها احنا، هي عباره معناها ايش، abnormal condition. بس الفرق عن مثلا كلمه اوسز انه السبب عندي معروف ومحدد بالضبط. فكولي لثيسز او كولي دوكو لثيسز، سبب هاي الحالة المش طبيعية انه في عندي جول ستون اللي هي حصوة مرارية مسكرة عندي قناة، مسكرة عندي في القناة في المرارة او قناة القناة الصفراوية. ميجالي حكينا معناها ايش، تضخم. هيباتوميجالي اللي هو تضخم الكبد ممكن يكون سببه يا اما هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد، هيباتايتس، او التهاب انفكشن، التهاب ممكن يكون بكتيري او بشكل معين بسبب بارازايت اللي هو يعني طفيل، او ممكن يكون عندي فاتي انفلتريشن في الالكوهوليزم، الناس اللي بتشرب كحول بشكل كبير بصير عندنا تجمع للدهون جوا الكبد بسميها ذا فاتي ليفر، او بيلياري اوبستراكشن يعني تسكير للقناة الصفراوية، او مالجنانسي اللي هي السرطان. انوركسيا، هاي مهمة جدا هذا المصطلح. اوركسيا معناه ابيتايت اللي هو الشهية، انوركسيا معناه انتفاء الشهية. فهذا المريض بيجيني ما عنده شهية، ممكن يكون سببها نفسي سايكولوجيكال، او ممكن يكون سببها لمرض معين. بيبسيا معناها هضم، من كلمة بيبسين اللي هو انزيم بالمعدة بنفرز اسمه بيبسين. فديس بيبسيا، ديس معناها ايش، عسر. فديس بيبسيا هي عسر الهضم، او لها اسم ثاني اللي هو اندايجستشن. فيجيا معناها بلع، تمام، او اكل. ايروفيجيا، اير معناها ايش، هواء، بس باللاتيني بتكتب بالاي مش بالاي. ايروفيجيا هو ابتلاع الهواء. برانديال متعلق بالوجبات، بوست برانديال معناها بعد الوجبة. ريا معناها ديسشارج، حكيناها قبل. ستيتوريا، ستيتو هنا معناها دهون، فستيتوريا هي بيكون في عندنا كمية كبيرة من الدهون جوا الفيسز اللي هي البراز. ديا معناها ثرو او اكروس. فدياريا هي عملية انه في عندنا اسهال او تدفق كبير لمادة البراز من الامعاء. بيري معناها حوالين، بيري سيجمويدايتس.
سيجمويد حكينا سيجمويد كولون، وايتس التهاب بريسيجمونايتس التهاب ما حو... في البريتونيوم تيشيو، تمام، بريتونيال تيشيو اللي حوالين السيجمويد. بريتونيوم اذا متذكرين حكينا عن تجويف البطن اسمه بريتونيوم، فالبريتونيال تيشيو اللي هو التجويف تبع البطن. صب معناها تحت، صب لينجوال معناها تحت اللسان. انوركسيا حكينا عنها انها لوس اوف ابيتايت، ممكن يكون عندنا شيء اسمه انوركسيا نيرفوزا. انوركسيا نيرفوزا هو مرض نفسي بشكل اساسي، ممكن يكون بعض الاسباب العضويه احيانا له، بس بالعاده نفسي. هنا بيكون ناتج عن اختلال في صوره البني ادم او صورته لذاته، تخيله لذاته. فبالذات هذا بصيب الاشي، هذا بصيب بالبنات، بتيجي البنت بتخاف انها تنصح، فبالتالي بتضل بتبطل توكل لحد ما يصير وزنها قليل جدا جدا، والاشي بسموه بادي ماس اندكس اللي هو معيار الكتلة، بصير عندها نازل كثير. في عندنا مرض اخر مشابه له اسمه بوليميا نيرفوزا. بوليميا العكس تماما، بوليميا معناها الاكل الشر او الشرح، تمام، فهنا باكله كثير. ابنديسايتس حكينا عنه، وانه خلال ممكن مثلا خلال 24 الى 48 ساعه انه يصير انفجار او ثقب في الابندس فابندكس، فبالتالي يطلع الكونتنس تبعها ويعمل لنا التهاب بيروتونايتس. السايتس، السايتس هو تجمع الفلويدز في الابدومن في البريتونيان بريتونيال كافيتي، جوا البريتونيوم اذا تجمع عندي فلويد سوائل هذا شيء بنحكي عنه السايتس. موست كومونلي اسوشيت وذ سيروسس اوف ذا ليفر. سيروسس معناها التشمع، تشمع الكبد هو حاله من حالات اللي بتكون وصل فيها الكبد ل مرحله فشل كبيره. بالعاده بتكون بسبب الكحول، بصير عندنا نوع من انواع الالتهاب وتشمع في الكبد بسبب عندنا زياده في في ضغط الشرايين، في ضغط الاورده اللي بتروح على الكبد، فبالتالي بتكون عندنا سوائل. يعني هذا بابسط شكل، اكثر من هيك صعب ابسط لكم اياها، لانه الموضوع يعني موضوع يعني بده دراسه كثير عشان تفهموه انتم، وصعب عليكم كسنه اولى. بوربوريجمس اللي هي الأصوات اللي بتطلعها المعدة بسبب الغازات اللي فيها، تمام. هاي هون سمول بايل داكس اللي حكينا عنهم، الكولانديو متذكرين، تمام. كاتشيكسيا، كاتشيكسيا هي عبارة عن سيمتوم يعني عرض. هذا العرض بيجينا المريض فيه تعبان كثير بيكون، ونازل وزنه كثير، وحتى كمان جزء من المسل ماس يعني كتلة العضلية تبعته رايحة. بيكون بالعادة هذول المرضى يعني بيكونوا ممكن يكونوا كانسر أو إيدز، تمام، وصلوا لمرحلة يعني صعبة، بسميهم كاتشيكسك. كوليليثياسيس حكينا عنها، سيروسيس حكينا عنه، وحكينا أنه سببه أكثر إشي الكحول. طبعا هذا برا يعني، اعتقد هنا اكثر سبب مش الكحول، اكثر سبب عندنا في بلادنا يعني بالذات مثلا مصر، اكثر سبب عندهم اللي هو infectious agents hepatitis virus C. كوليك معناها مغص. كوليك هو spasm any hollow or tubular soft organ especially in the colon. هنا اللي بصير انه بصير spasm involuntary contraction، بيعمل عنا ايش؟ مغص، شعور بالمغص. كرون ديزيز هو التهاب له اسم ثاني ريجنال الترايس انترايتس، التهاب في الامعاء ممكن يجي الدقيقه او الغليظه، بس بالعاده بنشوفه احنا في الاليوم او منطقه بنسميها تيرمينال اليوم، نهايه الاليوم يعني. الالتهاب هذا التهاب طويل، و التهاب يعني طويل الامد، كرونيك ديزيز يعني مزمن، وبيجينا المريض بكرامبينج يعني الم في المعده ومغص ودياريا وويت لوس اللي هو نزول في الوزن. ديجلوتيشن اللي هو اكت اوف سوالوينج يعني عمليه البلع.
ديزنتري اللي هو التهاب للأمعاء وبالذات القولون. سبب العادة بيكون تسمم بسبب انك يا اما بكتيريا او بارازايت اللي هو طفيلي زي الاميبا او كذا، او بروتوزوا زي الاميبا، او ممكن ايش انك شربت مي مياه ملوثة، تمام، او شربت مواد كيميائية ملوثة. اللي بيصير انه المميز لكلمة ديزنتري اللي هي بلادي دياريا، انه الإسهال بتيجي عندك إسهال، وهذا الإسهال في دم، تمام. ديسبيبسيا اللي هي حكينا عنها، ديسفيجيا صعوبة في البلع، إيروكتيشن اللي هي producing gas from stomach اللي هي من الآخر يعني بالعربي عملية التدشؤ، تجشؤ. ليث حكينا حصوة، فيكاليث اللي هي حصوة متكونة من إيش؟ فيكال ماتيريال اللي هو جاي زي براز ومتجمد شوي، يعني مثل خلينا نقول مثل بعرة الغنم تقريبا للي عمره شافها. فليتس هي الريح، تمام. جاسترو ايزوفيجيال ريفلكس ديزيز، هذا المرض اللي بيصير زي اللي حكيت لكم عنه في البداية. جاسترو معناه معدة، ايزوفيجيوس معناه ايزوفيجيال معناها مريء، ريفلكس معناها ارتجاع، تمام. وديزيز يعني مرض. اللي بصير انه عندنا بيكون في لور ايزوفيجيال سفنكتر اللي هو كاردياك سفنكتر، هذا السفنكتر بيكون في مشكلة. فبالتالي اللي بصير انه المادة الحمضية هنا بتطلع على وين؟ على المريء، والمريء اصلا مش مهيأ بطانته زي ما هي مهيئة بطانة المعدة لاستقبال المواد الحمضية. فبالتالي ايش اللي بصير؟ بصير عندي التهابات هون، وبصير عندي مشاكل وحرقة ويعني مرض كامل متكامل، مش راح اشرح لكم اكيد عنه هسه يعني، بس انه اعطيتكم ان شاء الله فكرة كويسة. هاليتوسيس هنا اللي بصير انه offensive or bad breath، يعني ريحة فم كريهة. هيماتاميسز، إيميسز إذا متذكرين حكينا إيش؟ حكينا vomiting معناها مراجعة، هنا براجع دم، هيمات معناها دم. ممكن يكون سببها بسبب إشي بنسميه إيزوفيجيال ألسر، إنه يكون في عندنا ألسر معناها إيش؟ معناها قرحة، إنه يكون في عندي قرحة في الإيزوفيجاس، أو يكون عندي قرحة، أو يكون عندي قرحة في المعدة جاستريك ألسر، أو يكون عندي إشي مسميه إيزوفيجال فاريسس. إذا متذكرين حكينا عن الفاريكوز فينز، أعتقد حكينا عنهم اللي هم إيش؟ اللي هم دوالي القدم، تمام. دوالي القدم إيش اللي بيكون المشكلة فيها؟ بتكون الأوردة متوسعة، فيها مشكلة. فبالتالي الأوردة ممكن تتوسع، بنسميها إذا كانت الأوردة متوسعة جوا الإيزوفيجس بنسميها إيزوفيجيال فاريسز. الريتابل باول سندروم باختصار هي القولون العصبي، وله اسم ثاني اللي هو سباستيك كولون. بيجينا المريض كونستبيشن اللي هو إمساك، دياريا إسهال، أو أحيانا إمساك وإسهال مع بعض. طبعا هذا التشخيص بصير انت تشخص المريض هيك ريتابل باول سندروم، ما بزبط. الريتابل باول سندروم هو دايجنوسيس اوف اكسكلوجن احنا بنسميه، يعني من شخصه بالاستثناء، بعد ما نستثني انه ما في ولا اي سبب عضوي معين هو سبب القولون العصبي، هذا بنحكي انه انت عندك قولون عصبي. اما قبل هيك لا، والله مثلا والله حد عمره 60 سنة وعنده امساك ولا اسهال، واحنا نيجي نحكي له قولون عصبي ويطلع بالاخر عنده مثلا عنده كانسر، يعني عنده سرطان في القولون، ما بزبط. في عندنا شيء بنسميه مال ابزوربشن سيندروم اللي هو ايش؟ عسر في المال. مال معناها اختلال، تمام. ابزوربشن معناها امتصاص، فهو اختلال في عملية الامتصاص. هنا اللي بصير انه بيكون في عنا مواد احنا نهضمها، بس المشكلة بتكون في المعدة انه ما بنقدر نهضمها لسبب او لاخر، بسبب يعني بدناش ندخل في التفاصيل، ولكن في امراض كثير بتسبب هذا الاشي.
ممكن يكون بسبب عملية معينة، ممكن يكون بسبب التهاب معين زي كرون ديزيز مثلا، أو ممكن يكون سبب انتيبيوتيك ثيرابي، التهاب شو اسمه عفوا مضادات حيوية معينة سببت لنا التهاب. طيب هنا الجاستوزوفيجيال ريفلكس ديزيز، صورة عن الأسد وهي بيطلع هون. طيب ميلينا، ميلينا اشي بنسميه بلاك تاري ستول. هنا اللي بصير انه بيكون في عندي نزيف في المعدة مثلا، او نزيف من القرحة المعدية. تمام، النزيف هذا ما بيطلع، اذا اشوفه هنا ان القرحة المعدية بتيجي هون، القرحة ممكن تيجي هنا جوا المعدة او تيجي جوا الدودنم. تمام، اللي بصير انه بصير فيها نزيف، النزيف هذا ما بيطلع لفوق، بظل ينزل تحت لحد ما يوصل وين؟ الريكتم. تمام، لما خلال هاي الطريق كلياتها بصير له ميكسينج، يعني بصير انه هذا النزيف بنهضم مع بنهضم وبتيجي عليه الانزيمات الهاضمة، فبالتالي بتحول عندي الى مادة سوداء بنسميها ميلينا. رائحتها بتكون سيئة. اوبيزيتي هي هي عملية عملية هي من الآخر اللي هي السمنة، اللي هي عملية إنه يصير عندي تجمع للدهون بشكل كبير جدا في الجسم. بادي ماس اندكس اللي هو بهمني تعرفوه، اللي هو ايش؟ اللي هو الكتلة، معيار الكتلة. معيار الكتلة يساوي بنحسبه احنا كيف؟ بنحسبه من خلال إنه الكتلة على الطول تربيع، الطول بالمتر تربيع. إذا طلع أكثر من 40 بنسميه إشي موربيد أوبيسيتي، اللي هو سمنة مرضية. طبعا إحنا حكينا إنه السمنة ممكن يكون سببها إكزوجينوس، يعني بسبب خارجي إنك تأكل كثير، أو ميتابوليك أو إندوكراين أبنورماليتي إندوجينوس، إنه يكون عندك في مشكلة هرمونية مثلا. في هنا اوبستيبيشن اللي هو امساك، يعني امساك شديد جدا لدرجة انه عامل عندك تسكير في الامعاء، انتستاينال اوبستراكشن. في عندنا اشي بنسميه بيريستالسيس، اعتقد شرحته قبل هيك، اللي هو كيف انه لما تدخل عندي الفود بولس ايش اللي بصير؟ بتنقبض العضلات اللي فوقها، بالتالي بتنزلها لتحت، وبتنبسط العضلات اللي حواليها عشان ايش؟ تترك لها مجال تنزل. بعدين اللي فوقها بترجع تنقبض، ليش؟ عشان تنزلها لتحت، وهكذا. هاي العملية بنسميها بيريستالسيس. في عنا اشي بنسميه ليكوبليكيا. ليكوبليكيا هو عبارة عن بسبب ال أعوذ بالله من الشيطان. هو عبارة عن يعني تكون ل او يعني تكون مش طبيعي اكيد ل الميوكوزا. الميوكوزا معناها اللي هي بطانة الخد، تمام، او بطانة الفم. البطانة بنسميها ميوكوزا، تمام. بصير فيها تشكل لمادة بيضاء، او بصير شكلها بهي الطريقة ابيض، تمام. الخلايا اللي بصير انه هون الخلايا هون بتغير شكلها على مستوى الهيستولوجي، يعني المستوى دقيق جدا، بتغير شكلها وبتغير اشي بوظيفتها بسبب الاريتيشن، بسبب عملية انه بصير لها اريتيشن، يعني بصير لها تهيج. هذا ممكن يكون سببه الفيتنج دينتشرز، يعني طقم اسنان مش راكب كويس، او تدخين سجاير او غليون، وهكذا. طبعا الاورال بليكوبليكيا ممكن تكون بري معناها قبل، تمام، كانسر معناها سرطان، فممكن يكون هذا الاشي يعني يتحول لسرطان اذا ما تعالجش. طيب بايلوريك ستينوسز اعتقد حكينا عنه، اللي هو ايش؟ انه بيسكر عندي البايلوريك سفنكتر، وبالتالي ايش؟ بسبب عندنا تسكير في المعدة، تسكير في من بين المعدة والدودينم.
هون بيحكي لنا مسل فايبرز اوف ذا اوتلت ار كات. اه طبعا هون احنا ايش اللي بنعمله، انه من نعمل عملية ومن بنقطع الفايبرز تبعت المسل، يعني نقطع الالياف تبعت المسل وبنرجع بنخيطها بطريقة معينة بحيث انه ما تفقد لنا كل المسل، ما نفقد السفنكتر، بس بنفس الوقت انه نوسعه اكثر قد ما بنقدر. regurgitation اللي هو ايش؟ باك فلو. regurgitation انه يرجع الاكل اللي انت اكلته يرجع للفم بدون ما انت تراجعه، بس هيك انت وانت قاعد بتحس انه الاكل طلع من معدتك ووصل للفم عندك، تمام؟ هاي بنسميها هاي العملية regurgitation. ستيتوريا حكينا عنها. ستيتوريا ممكن تكون بسبب ايش؟ بنكرياتيك ديزيز، لما بعض بنكرياتيك انزيمز بتكون مش سفيشنت، فبالتالي بتعمل عنا اشي بنسميه مال ابزوربشن سيندروم اللي حكينا عنها، انه بصير في مشكلة في الابزوربشن، بصير مشكلة في امتصاص الفات اللي هو الدهون، فبالتالي بصير في دهون عندنا زيادة في ايش؟ في الستول. اندوسكوبيك او اندوسكوبي، الاندوسكوبي اللي هو اللي حكينا عنه التنظير الداخلي. التنظير الداخلي بينقسم لقسمين، ابر جي اي ولور جي اي. الابر جي اي اندوسكوبي اللي هو بنعمل اندوسكوب لايزوفيجاس او للستومك او ممكن للدونم، تمام؟ بنشوف اذا في عندنا تيومرز اللي هي اورام، او عندنا التهاب في الايزوفيجاس، او في عندنا ايزوفيجيال فاريسز اللي هي زي ما حكينا أوردة في الإيزوفاجس متوسعة، أو بيبتيك ألسر اللي هو قرحة في المعدة أو في الدودنم، أو إذا في عندنا أي سبب لنزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. نفس الشيء ممكن نعمل شيء اسمه لور جي اي اندوسكوبي او بروكتوسكوبي، لايش؟ اذا كان للانال كانال والريكتوم بنسميه بروكتوسكوبي، او ممكن سكمويدوسكوبي للسيجمويد كولون اللي هو شكله مثل حرف الاس زي ما حكينا. برضه بنشوف اذا في عندنا بيكون في عندنا التهاب في القولون، او في عندنا تيومر، او في عندنا شيء بنسميه بوليب. البوليب خليني افرجيكم صورة البوليب هو عبارة عن اشي بنسميه برضو بري كانسيرس ليجن، انه ممكن يتحول عندي لكانسر، لسرطان لا سمح الله. فبالتالي اذا شفت انا هذا الاشي اثناء التنظيف ممكن اخذ منه بيوبسي. بيوبسي معناها خزعة، واشوف هل هذا الاشي في ورم سرطاني او لا. طيب هاي بوليب ممتاز، هاي صورة ممتازة، انا ما كنتش منتبه لها. طيب هنا ايش بنعمل؟ ناخذ منه بايوبسي، ناخذ منه خزعة. الخزعة هاي بنروح بنحطها تحت الميكروسكوب، بنشوفها هيستولوجي باثولوجي، وبنشوف اذا في عندنا بداية سرطان مثلا فيها. شو بنعمل ساعتها؟ بنروح بنعمل بنعتبره، يعني اذا كان في سرطان بنروح بنعالجه زي السرطان. ممكن نشخص السرطان من هنا بهي الطريقه بمراحله الاوليه. هيباتايتس بانل اللي هي عباره عن مجموعه من الفحوصات المخبريه بنستخدمها عشان نعرف اذا في عند المريض اي نوع من انواع التهابات الكبد. ممكن يكون عندي مثلا التهاب فيروس A او فيروس B او فيروس C، تمام؟ بنعمل هيك من خلال نشوف الاجسام المضاده اللي بيعملها الجسم، او احيانا بنستخدم الانتيجنز اللي هي الاجسام تبعت او بعض البروتينات اللي بتكونها هاي الفيروسات عشان نشوفها. المهم عندي هون انه تفهموا انه الهيباتايتس بانل هي الفحوصات اللي بنستخدمها عشان نعرف اذا في عند المريض اي نوع من انواع التهاب في الكبد، وطبعا هي فحوصات من الدم عن طريق الدم. هون الدكتور حاطط شوية أدوية. اوكي هون الدكتور حاطط لنا شوية أدوية للجهاز الهضمي، أنت أسد. بهمني هون إنه تعرف المصطلحات الطبية. هون الأدوية اللي حاطها الدكتور بصراحة قديمة كثير، مش عارف ليش حاطها، بس بيبني انا هنا اعتقد انه تعرفوا المصطلحات الطبية.
أن تسد، يعني معناها الأدوية اللي بتخفف من موضوع من حدة الأسيديتي تبعت المعدة اللي هي الحموضة. بنستخدمها لما يكون في عندي هارت بيرن، الحرقة، أو يكون عندي في قرحة معوية. أحد الأمثلة اللي هو كالسيوم كربونات. نفس الشيء هنا أنتي دايريالز اللي هي بنستخدمها عشان نظبط عشان دياريا نعالج الدياريا اللي هي الإسهال. في عندنا هنا لوبريمايد، وفي عندنا كاولين، وفي عندنا بيكتين. أنتي إميتكس اللي هي بتخفف عندنا الفوميتينج أو النوزيا. النوزيا اللي هي شعور الغثيان، تمام، من خلال إنها تشتغل على إشي بنسميه فوميتينج سنتر في الدماغ، بتضبط هذا الشعور. وبعضها كمان بتشتغل من خلال إنها تضبط الحركة تبعت عفوا إنها تسرع الحركة تبعت الجهاز الهضمي. في عندنا هون تراي ميثو بنزاميد، وعندنا هنا برو كلورو بيرازين. أنتي سبازموديك اللي هي بتخفف المغص اللي هي السبازم. هون الدكتور حاطط دواء اللي هو جلايكو بيروليت وبروبانثيلين. بنستخدمهم هذول لما يكون في عندنا سباستيك كولون، الريتابل باول سندروم زي ما حكينا، او مغص بشكل عام. لاكزاتيف ملينات اللي هم هاي كيف الفكرة عندنا الفكرة انه بصير عندنا هاردنينج للستول. كيف يعني هاردنينج للستول؟ بصير البراز بشكل اقصى يكون، فبالتالي بصير عندنا كونستيبيشن اللي هو امساك. فهاي الادوية يا اما بتزيد عملية البيريستالتيك موفمنت، او من خلال انها بتزيد كمية الماء اللي موجود في البراز. فبالتالي هاي الادوية ايش بتعمل عندي؟ بتخلي البراز مائل لجهة الإسهال بدل ما هو مائل لجهة الإمساك. حاط الدكتور هنا أدوية سنة، سينوسايدز وسايلم. هنا بعض المصطلح ال هون عندنا بعض الابريفيشنز اللي هي الاختصارات: اي بي سي، اسبيريشن بايوبسي سايتولوجي. اسبيريشن معناها سحب في الابره، بايوبسي خزعه، وسايتولوجي هي انك تشوف السيلز اللي هي خلايا تحت الميكروسكوب تحت المجهر. الكلاين فوسفاتيز، وعندك اي ال تي امين الانين امينو ترانسفيريز، اي اس تي AST انجيوتنسين. بصراحة AST لا مش هيك، أمينو ترانسفيريز AST معنى مش هيك اختصارها، لا AST اختصارها أسبارتيت أمينو ترانسفيريز، أنا هيك بعرف يعني، بس مش مشكلة التزموا بالسلايد وأنتوا في السليم. BA باريوم، BAE باريوم إنيما. باريوم هي مادة صبغة بيستخدموها عشان يصوروا الأمعاء. باريوم إنيما إنه بيحقنوا الصبغة من خلال فتحة الشرج، وبعدين بيصوروا المريض إكس راي، فبالتالي بيشوفوا الأمعاء الغليظة، تمام. بي أم باول موفمنت حركة الأمعاء. بي أم أي اللي هي الكتلة تبعت معيار الكتلة اللي حكينا عنه. سيستيك فايبروسيس سي اف، مرض يعني صعب اشرح لكم عنه كاملا، ولكن خلص احفظوه زي هيك. سي تي كمبيوتر توموغرافي هو نوع من انواع التصوير، حكيت عنه في محاضرة سابقة. هنا اي بي سي كلياتهم فيروسات للهيباتايتس. جي اي حكينا عنه، جيرد حكينا عنه، وهنا جي بي اس اللي هي ايش؟ جول بلادر ستونز او جول بلادر سيريز. سيريز معناها ايش؟ اكس راي ستاديز، اكثر من مصور اكثر من اكس راي هنا في هاي الدراسه. اي ار سي بي هسه راح افرجيكم عنه. ايزوفيجو دودونو سكوبي، ايزوفيجو جاسترو دودونو سكوبي اللي هو نفسه الاندوسكوب اللي هو المنظار العلوي للتصوير.
طيب 11 يوم. اوكي هاي هنا بيبتيك ألسر، في عندنا هون دودين الألسر، ألسر بدون دم، وهنا جاستيك ألسر. هون هذا اللي هو اي ار سي بي، اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيوغرافي. تمام، اللي بصير انه احنا بندخل الاندوسكوب، هم نوصل عند الامبولا اوف فاتر اللي حكينا عنها، بعدين بندخل كاثيتر وبنشوف هاي المنطقه، يعني بندخل ماده ملونه وبعدين بنصور وبنشوف. في عندنا شيء اسمه بي تي سي، هاي بيركوتينيوس اسمها، بيركوتينيوس ترانسيباتيك كولانجيوغرافي، اللي بصير انه من خلال الجلد بندخل ندخل في ابره وبعدين نحقن ماده معينه، بس نحقن هاي الماده بنرجع بنصور وبنشوف القناه على القنوات الصفراويه كلياتها. هذا نيزو جاستريك تيوب، تيوب مندخله من الأنف لحد ما نوصل المعدة، ومن خلاله ممكن نخفف من نسحب، إذا بدنا نسحب أشياء من المعدة، نسحب محتويات المعدة، أو ممكن أحيانا نستخدمه لتغذية بعض المرضى اللي بيقدروش يبلعوا. اتش دي في، هيباتايتس دي، هيباتايتس اي، ريتابل باول سيندروم، ليفر فانكشن تيست، نيزو جاستريك. بي اي فيزيكال اكزامينيشن اللي هو الفحص السريري. تمام، بالمونري امبوليزم يعني متقدم شوي عليكم، ولكن هي عبارة عن جلطة في الرئة معناها. رول اوت استثناء رو ان واي اللي هي هاي الصورة، هاي احد العمليات اللي بيستخدموها للتخسيس، اللي بيعملوه انه ليش اسمها رو ان واي، لانه هاي هون هيك شكلها مثل حرف الواي. تمام، لحظة نطلع شوي، هون شكلها مثل حرف الواي هي، فرو ان واي بسموها. هون بالنسبة للميديكيشن تايم سكيدول، سكيدول معناه جدول، فجدول الأدوية، اي سي قبل الأكل، قبل الوجبات عفوا، بي اي دي مرتين في اليوم، اتش اس هالف سترينث نصف الدواء، نصف قوة الدواء، اتش اس برضو ات بيد تايم اذا كان في نقطتين، ان بي او نثينج بير اوس او نثينج باي ماوث، يعني ما المريض ما يأكل ولا شيء، بي سي بعد الوجبات، كيو اي ام انه كل صباح، كيو دي كل كيو داي يعني كل يوم، كيو اتش يعني كيو اور كل ساعه، كيو 2 اور، كيو 2 اتش يعني كل ساعتين، كيو اي دي اربع مرات في اليوم، وكيو او دي يعني ايش اذر داي، قصدها او دي اذر داي يعني يوم بعد يوم. وطولنا عليكم بالمحاضرة، حاولت أختصر قد ما بقدر وبدون ما أتوسع في المادة كالعادة، بحيث أنه إن شاء الله رب العالمين أني أكون سهلت عليكم الحفظ والدراسة بدون ما أعقد عليكم المادة. وقبل ما وآخر إشي بختم فيه إن شاء الله هو جملة الإمام ابن القيم، من عظم وقار الله في وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.